كيف نقول بالإنجليزية أغلقت الباب؟ من الذي أغلق؟ هو أنا. إذن الفاعل هو أنا، نبدأ بأنا وهي كلمة I. أنا أغلقت. أغلقت فعل ماضي، يفضل الماضي البسيط أو المضارع التام. نكتب الماضي البسيط اعتبارا كأنك أكملت أغلقت الباب منذ ساعة أو بالأمس. نكتب أغلقت فعل ماضي بسيط وهو كلمتين، إما تكتب closed أو تكتب كلمة locked. هاتين الكلمتين معناها أغلقت بالماضي البسيط. وكلمة الباب هي the بمعنى ال، ودور بمعنى الباب. door الباب. ما الفرق إذن بين كلمة closed و locked؟ الفرق أن closed أغلقته فقط، لكن locked أغلقته بالمفتاح أو بالقفل. إذا كنت تقصد أنك أغلقته فقط، استخدم I closed. إذا كنت تقصد أغلقته بالمفتاح أو بالقفل، استخدم كلمة locked. I closed the door. I locked the door. معلومة أخيرة، الداء هنا تنطق تاء لأنها أتت بعد حرف الكي.